في بيئة جغرافية وعرة وبين جبال وهضاب المنطقة الغربية بمحافظة حضرموت، تواصل قوات الجيش والنخبة الحضرمية شق طريقها لاستكمال السيطرة التامة على آخر معاقل تنظيم القاعدة في مناطق الساحل. على قمم وتلال وادي المسيني غربي المكلا ينتشر هؤلاء الجنود من منتسبي لواء شبام والنخبة لتمشيط المنطقة ورصد أي تحرك لمسلح التنظيم بعد خسارتهم لمواقعهم الرئيسية بالوادي وفرار من تبقى منهم باتجاه بعض التلال والمناطق النائية المجاورة. اللي بتمسك داخل بيقوم معسكر داخل المزين يسلم القوة ونحن نتوكل إلى معركة أخرى. هذا هو منزل مزرعة باغزوان، أو بالأصح ما تبقى منه جراء المواجهات. هنا ولسنوات طويلة ظلت هذه المزرعة بمثابة مركز لقيادة التنظيم في وادي المسيني، لا تمس ولا يغترب منها أحد. وما كان بالأمس صعب المنال لا بل ومستحيلا في نظر الكثيرين أثبت هؤلاء المقاتلين اليوم إنه لم يكن يوما كذلك. وكيف لا يكون هذا وهم الذين قضوا الأشهر الستة الماضية يتلقون تدريباتهم المكثفة لإنجاح أهداف عملية الفيصل. الآن نحن نتحدث من نهاية وادي المسيني وعلى يساري بيت باغزوان وعلى يميني المزرعة العليا التي يتخذها التنظيم كمعقل له. وهذه رسالة نقولها من هنا لكل قوى الشر، ونقول لهم هيهات هيهات، لا هذا الوادي ولا أي شبر من أرض حضرموت سوف تقف عصية في وجه قوات النخبة. وعلى الرغم من إدراك هؤلاء الجنود أن معركة المسين الثانية لن تكون الأخيرة في حربهم مع الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إلا أن هذا لم يمنعهم من الابتهاج والرقص فرحا بانتصاراتهم المستحقة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.